أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية قبل كارثة إعصار دانيال وبعدها أظهرت كيف أحالت السيول المباغتة أجزاء واسعة من مدينة درنا الليبية إلى مساحات مغمورة بالطين، حيث اختفت العديد من ملاعب المدينة ومن مدارسها وشوارعها بسبب انهيار سدين وارتفاع منسوب المياه في وادي درنا إلى أضعاف المعدلات الطبيعية. صور الأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الذي خلفه إعصار دانيال. ربع مدينة درنا الليبية اختفى تحت الطين الذي حول أيضا مياه البحر المتوسط إلى لونه البني بدلا من الأزرق. السيول المباغتة فاقت قدرة وادي درنا فأغرقت كل شيء على ضفتيه وأصبح المجرى المائي أكثر اتساعا. المياه لم تكن تجري في درنا إلا في مواسمها، لكن أمواجا بلغ ارتفاعها 7 أمتار تدفقت تلك الليلة واحدة تلو الأخرى من الجبل الأخضر قاصدة البحر، فلم يقوى سدان أقيما منذ الثمانينيات على حماية سكان المدينة من عنفوان السيل. بعد انحسار المياه تبين حجم الدمار. الإعصار ومن ورائه السيل خلف عشرات الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين وأتيا على البنية التحتية لمدينة درنا ودمر الطرق والجسور، ما جعل عمليات إنقاذ الجرحى والعثور على الناجين تحت الأنقاض أكثر صعوبة. وللمزيد مشاهدينا حول هذه التطورات ينضم إلينا عبر زوم من تونس الخبير والمستشار في القضايا البيئية والتغيرات المناخية الدكتور صلاح بلخير. أهلا بك دكتور صلاح على هواء الحرة. يعني أولا هذه الكمية وهذه التطورات التي تحدث على الصعد الميدانية والتي رأيناها في ليبيا في شكل سيول، حرائق الغابات في تونس، الزلازل في المغرب، هذه التغيرات المناخية كلها كيف يجب أن نتعامل معها؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكم قناه الحره المتميزه دائما في تغطيه الاخبار، واحب ان من خلال هذه الشاشه نتقدم بالتعازي الخالصه لكل اهلي في ليبيا في هذا المصاب الجلل، متمنين من الله سبحانه وتعالى ان يخفف علينا هذه الكارثه الكبرى. طبعا بخصوص التاثيرات المناخيه هذه موجوده بحكم ان هناك يعني مظاهر متعددة لهذه الظاهرة الكونية، على اعتبار أن ازدياد معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع درجة الحرارة قد عجل من حدوث كثير من هذه الكوارث الطبيعية، منها هذا الإعصار الذي ضرب بكل قوة بكل عنف المنطقة الشرقية من ليبيا وأدى إلى تدمير كامل المدن أو أجزاء كبيرة منها. طبعا مدينة درنا تعرضت لهذا هذه الكارثة بفعل هذا الإعصار، زي ما قلنا أن كان نتيجة لهذه الظاهرة الكونية المستجدة وكذلك لسوء تصاميم أو الأخطاء الموجودة في تصاميم السدود اللي خصصت لحجز المياه وتخفيف من اثارها البيئيه او التدميريه على المنطقه. فهذه السدود زي ما نعرف انه يعني تم انشائها من حوالي 3 عقود سابقه، توجد بالمدينه يعني عدد 2 من السدود، اكبرها طبعا سد وادي ابو منصور. السعه التصميميه بتاع هذا السد حوالي 22 مليون متر مكعب، والمتوسط السعة التخزينية السنوية لا تتجاوز حوالي 2 مليون متر مكعب. وإذا نظرنا أيضا إلى سد وادي درنا مصمم لاستيعاب حوالي 1,015,000 متر مكعب من مياه الأمطار، والمتوسط السعة التخزينية السنوية لا تتجاوز 1 مليون متر مكعب. الباين أن أو الواضح أن الأمطار الغزيرة منسوبها يعني زادت على هذه الحجوم، وبالتالي اصبح خطر انفجار او يعني انهيار هذه السدود امر حتمي وواقع.
يعني دعني أتوقف عند هذه النقطة دكتور بلخير. وقعوا ما بين مطرقة والسندان. طيب دكتور بلخير، أنت تقول أن عملية انهيار هذه السدود أصبح في هذه المرحلة هو أمر حتمي، ما الذي يتوجب فعله؟ هل بالأساس هناك مجال لإعلان الطوارئ المنطقة بالفعل تحت حالة الطوارئ والإغاثة؟ هو كان يفترض أن تكون في يعني سرعة للاستجابة، ويكون في قراءة صحيحة لهذه المتغيرات المناخية على مدار السنة، ليس في خلال موسم الخريف أو الشتاء، وإنما يكون على طول السنة، على اعتبار أن هناك العديد من التقنيات اللي يمكن تتبعها أو تتبع هذه المتغيرات في طبقات الجو العليا. كذلك محطات الإرصاد الجوية كان يفترض أن هي تكون يعني بكامل جاهزيتها وتحتوي على أجهزة الإنذار، وبها ربط مباشر مع الأخبار الصناعية لتتبع كل هذه المتغيرات والتنبأ بأماكن سقوط هذه الأمطار أو زمن أو مكان الذي سيضرب بها هذا الإعصار تلك المناطق. ولكن للأسف لم تكن هناك أي جاهزية، ولم يكن هناك أي واقعية من حيث التنبؤ بخطورة، أو على الأقل كان يكون في ريسك اسيسمنت، كان يكون في تقدير للمخاطر، ويكون في جدية وسرعة في احتواء الموقف قبل وقوع هذه الكارثة الكبرى. طيب هل يوجد ما يمكن أن يفعل الآن في هذه المرحلة؟ أعتقد الآن يجب النظر بكل جدية إلى السدود التي تحجز بعض المياه إلى حد هذه الساعة، ومعرفة هل هناك أي موجات يعني مطرية مستقبلية يعني أو بفتراتها وفترة سقوطها، على اعتبار أن هذه الكميات تحتاج إلى وقت طويل حتى تتبخر أو حتى يتم يعني استهلاكها أو توزيعها على بعض المناطق. في هذا الحال يجب أن تكون في خطة، وضع خطة يعني خطة A وخطة B، على أساس أنه هو كيف يمكن التخفيف من أثار هذه المشكلة، وكيف يمكن تفادي حدوث الأسوأ في حال ما كان هناك أي موجات أخرى أو هناك أي منخفضات جوية محتملة في المدة القريبة القادمة. شكرا لك ضيفي من تونس، الخبير والمستشار في القضايا البيئية والتغيرات المناخية الدكتور صلاح بلخير.